استشهد أثناء فض قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا ضد الجدار في قرية ترمس عية شمال مدينة رام الله وتعرضه للضرب من جنود الاحتلال. وأبو عين عضو في المجلس الثوري لحركة فتح وشغل سابقا منصب وكيل وزارة الأسرى. وتظهر اللقطات التالية اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد زياد أبو عين. زياد أبو عين لفظ أنفاسه في بلدة ترمس عية شمال رام الله المحتلة أثناء إلقائه كلمة لوسائل الإعلام التي تغطي احتجاجات الفلسطينيين في البلدة. لا كرب بعتدوا علينا ماشي شوفت غلط ما ليخ من فوق ليه ما فيش حد بيني خلاص زهو زهو هذا إرهاب الاحتلال هذا جيش إرهابي يمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني جينا على أرضنا الفلسطينية على الشجر والزيتون وهم يقومون بالاعتداء علينا من أول لحظة لا أحد ضرب حجر ولا أحد قام باعتداء وهذا جيش الإرهاب الاحتلال يمارس القمع والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني.